نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا من طنجة المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية الدكتور سعيد شكري. دكتور سعيد أهلا بك معنا. بداية دعنا نبدأ بالحديث عن أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تحت عنوان ستوكهولم 50+، في ظل قضايا المناخ التي تؤرق العالم اليوم. فعلا كما ذكرت في تقديمك، يظهر أن هذه المحطة يمكن أن نسميها محطة ستوكهولم زائد 50، وهي تؤرخ لفترة من العمل، خاصة العمل البيئي وبخصوص البيئة البشرية، لأننا نعتقد أن مؤتمر ستوكهولم ديال 1972 كان هو المحطة المرجعية الآن لجميع المبادرات التي نلاحظها اليوم في العالم، بالخصوص فيما يخص هذا يعني المؤتمرات وايضا الاتفاقيات الدوليه، لان مؤتمر ستوكهولم هو الذي اعطى الانطلاقه او الشراره الاولى لهذا النقاش. لعل القضايا التي نوقشت في تلك اللحظات، وخاصه 1972، كانت هناك يعني اشكاليه ديال اولا حوار بين الدول الصناعيه الملوثه وايضا الدول الناميه الغير المسؤوله. هنا بدا نقاش، ومؤتمر ستوكهولم ديال 1972 هو الذي وضع خارطة الطريق، لأنه كان هناك إعلان، كانت هناك مبادئ كبرى، كانت هناك التزامات، ولكن كانت هناك خطة عمل، ولعل خطة العمل هي التي نلاحظها اليوم. لأن 1972 بعدها 1982 كان ما يسمى الآن ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يعمل على التقييم البيئي العالمي. 1992 كانت هناك المحطة الكبرى لاتفاقيات ريو دي جانيرو، بحيث أن اتفاقية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر، وبعد ذلك بدأنا نلاحظ ريو زائد 20 زائد، يعني بدأنا نلاحظ هذه الدينامية إلى أن وصلنا إلى المؤتمر الأخير كوب 26، وأيضا الاتفاق الكبير الذي كان هو ما يسمى بالباكت ديال غلاسكو، أو ما يسمى باتفاق غلاسكو. اتفاق غلاسكو هو الذي سيرسم مستقبل الطريق. طب ولكن دكتور سعيد، إلى أي مدى يعني هناك أيضا حاجة إلى إعادة صياغة أو ربما حتى إضافة أهداف، لربما أهداف التنمية المستدامة، على وقع ربما التغيرات التي يعيشها العالم اليوم، سواء كان على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وحتى ما خلفته جائحة كورونا؟ صحيح ما قلتيه، وخاصة الآن بعد إذا بغينا نسميها إكراهات جديدة بدأت تظهر، لعل كورونا وما أفرزته من صعوبات، وخاصة صعوبات اقتصادية، صعوبات أيضا في التواصل والحوار، صعوبات أيضا في إيجاد يعني واحد الاتفاق دولي حول مثل هذه القضايا، إضافة إلى الحرب الآن الروسية وما أفرزته من إشكاليات، وخاصة ديال الطاقة. نعلم الآن أكبر إشكالات وهي إشكال الطاقة، تجعل بأن هذه المعاهدات وهذه الاتفاقيات وهذه الاستراتيجية الدولية يجب إعادة النظر فيها، لأن هذه المستجدات ربما ستفرض على العالم أن يفكر بطريقة جديدة، أن يحدد أولويات جديدة، لأن اليوم بطبيعة الحال الأولويات هو أننا كيف نخرج، وهذا كان كيف نخرج من هذه الطاقات الأحفورية، وخاصة الخروج من الفحم، أيضا تفادي أيضا تكرار بعض يعني الأزمات، وخاصة انبعاثات الغازات الدفيئة التي ربما تجاوزت جميع التقديرات. اليوم العالم يحتاج إلى رؤية موحدة، ولكن يحتاج إلى حوار، يحتاج إلى اتفاق، يحتاج إلى خطة عمل عملية، لأن ربما الخطط التي كانت قبل هي فقط أعطت بعض النتائج، لكن هو الآن والفجوة كبيرة بين ما تم التخطيط إليه وما نلاحظه في أرض الواقع. وربما أيضا آليات دكتور سعيد يعني ترجمة هذه الخطط إلى أرض الواقع بالشكل أو بآخر، هذا من جهة دكتور سعيد، ولكن من جهة أخرى بماذا يجب أن يخرج هذا المؤتمر، مؤتمر ستوكهولم، والذي يعتبر هو تمهيد لمؤتمر كوب 27 في مصر في شرم الشيخ؟ الكلمة التي أعطاها السيد الأمين العام وضحت الأولويات. الأولوية الأولى وهي أولوية التغيرات المناخية، ولعل الاتفاق ديال غلاسكو أو ما خرجت به أيضا معاهدة غلاسكو أوضح بأن يجب أولا أن نشتغل كثيرا على تعزيز ما يسمى بالمرونة وتقوية
هذا التأقلم وأيضا التكيف مع التغيرات المناخية. ولكن النقطة الثانية وهو كيف يمكن أن نحدد أو نحد من هذه الانبعاثات الغازات الدافئة. ولكن تبقى النقطة الثالثة مهمة جدا، كيف نوفر التمويل الحقيقي من أجل تجاوز هذه الإكراهات. ربما عندما تكلم الأمين العام أعطى تقريبا هذه المحاور الثلاث، أعطى المحور ديال التغير المناخي بالباكت ديال غلاسكو، ولكن أعطى أيضا إشكالية أخرى هي ديال التنوع البيولوجي. ونعرف الدور الحقيقي الذي يلعبه التنوع البيولوجي وخاصة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ديال 2030. ولكن النقطة الأخرى التي ركز عليها هو مشكل التلوث الذي يعتبر الآن أزمة حقيقية مناخية بيئية، يعني تعطي جميع يعني الإشكالات التي يعيشها العالم وخاصة دول العالم الثالث التي تعاني من أزمة اقتصادية، أزمة ديال الفقر. ربما كيف يعني نزاوج وكيف يحدث هناك موائمة بين ما هو نمو اقتصادي ومكافحة هذه التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة. ربما العالم محتاج إلى هذه الوصفة إذا أردنا أن نقولها، كيف يمكن أن نوافق بين هذه يعني الإكراهات الاقتصادية، لأن أزمة كورونا جعلت العالم يعيش في أزمة اقتصادية بالإضافة إلى أزمة صحية، ولكن كيف نتفادى الأزمة المناخية والأزمة البيئية. ربما هذا هو النقاش الذي سيدور ودار أيضا بداية في ستوكهولم وسيدور في شرم نعم الشيخ دكتور. وبعده سيدور في مجموعة من المؤتمرات. شكرا لك دكتور على المشاركة معنا. دكتور سعيد شكري المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، كنت معنا من طنجة.